السلام عليكم، أهلا بكم متابعي جنوتوكس. سنتعرف في هذه الحلقة على برنامج إسلامي آخر من تطوير الأخريين. البرنامج هو حصن المسلم. أولا سندخل إلى الموقع الرسمي أو المستودع الرسمي للبرنامج على جيتهاب، ثم نلقي نظرة على تفاصيل البرنامج. كما تشاهدون هذه الصورة وهذا تعريف للبرنامج. حصن المسلم هو تطبيق مبني على كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، يحتوي على أذكار النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مختلف مواضع الحياة اليومية، وهو من أكثر الكتب الإسلامية انتشارا لسهولة أسلوبه والتزامه بالصحيح من الأحاديث للمؤلف سعيد بن علي بن وهف القحطاني. مميزة التطبيق: تصميم بسيط وجميل، فهرس مطابق تماما للكتاب، أذكار عشوائية، ملف صوتي لكل باب يحتوي على جميع الأذكار، ملفات صوتية لجميع الأذكار بشكل منفرد أو مفرد، إمكانية البحث في الفهرس، إمكانية نسخ الأذكار. يعمل على أنظمة التشغيل ويندوز وجنو لينكس. وهذه بعض لقطات الشاشة من البرنامج. والبرنامج متاح على جنو لينكس وويندوز كما أشرنا ذلك سابقا، متوفر عبر سناب ستور ومتوفر كحزمة ديب و RPM وأيضا فلات باك و أب إيميج النسخة المحمولة، متوفر أيضا على ويندوز من خلال حزمة إكزي. لتحميل البرنامج ننقر على هذا الرابط ثم ننزل إلى الأسفل لنجد الحزم التي نريدها. هذا خاص بويندوز، هذا خاص بديبيان، وهذا سناب يعمل على جميع التوزيعات التي تدعم سناب. هذه نسخة مضغوطة للويندوز MSE Zip أيضا للنسخ الحديثة من ويندوز، وهذه نسخة ويندوز محمولة. هذه نسخة RPM للتوزيعات الريدهاتية وفيدورا وأيضا للأوبن سوزا والأرش ومنجارو وما بني عليهما. هذه نسخة أب إيميج المحمولة ونسخة فلات باك أيضا مدعومة على معظم أو جل التوزيعات. أنا أستخدم أب إيميج وقد حملتها من قبل. عند تحميلها أضعها في الملف الخاص بالملفات المحمولة لدي، أضعها في ملف مخفي في مجلد المنزل بكنترول H تظهر الملفات المخفية عندي، ثم أجد البرنامج هنا حصن المسلم. هذا برنامج التقوى من نفس المطور، ستجدون الحلقة في القناة. للتأكد أن البرنامج في وضع التطبيق نأتي إلى خصائص ثم صلاحيات ثم نعطيه صلاحيات التنفيذ. أوكي، أنا أستخدم برنامج App Image Launcher الذي يقوم بإعطاء البرنامج صلاحية التنفيذ مباشرة ويضعه في قائمة البرامج. كما تشاهدون في خانة Education أو البرامج التربوية تجد التقوى وحصن المسلم. أفتح البرنامج، نأتي إلى الرئيسية وتعريف للبرنامج كما ذكرنا سابقا، ثم خانة الأذكار العشوائية. هذه أذكار عشوائية يمكن النقر على عشوائي للتغيير بين الأذكار. دعاء لبس الثوب الجديد. يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. يمكنك نسخ الدعاء ولصقه ومشاركته أينما شئت. وهنا الفهرس تجد فيه مجموعة من الأذكار كما تشاء: دعاء لبس، دعاء الأذان، أذكار الأذان، وتشغيل ما تشاء من الأذكار وحفظها. والصفحة الأخيرة تحتوي نبذة عن المؤلف، وهو سعيد بن علي بن وهف القحطاني، صاحب كتاب حصن المسلم، من مواليد قرية العرين من بلاد قحطان سنة 1371 هجرية، وهو إمام مسجد سعودي
بلغ مجموع مؤلفاته قرابة 80 مؤلفا، أبرزها كتاب حصن المسلم وهو من أهم مؤلفاته. توفي يوم الاثنين 21 محرم 1440 هجرية. هذا عن التطبيق، مطور صفحة الجيت هاب وصفحة التليجرام. كانت هذه نبدأ عن تطبيق حصن المسلم المبني على كتاب حصن المسلم. أتمنى أن يكون البرنامج أفادكم، وجعل الله هذا العمل في ميزان حسنات صاحبه ومن شاركه. شكرا لكم وإلى اللقاء.